500 شجيرة من نوع الخروب و1000 أخرى من نوع صنوبر الحلبي تم غرسها بغابة شطابة بعين سمارة ترمي إلى توسيع المساحة الغابية بولاية قسنطينة. المادة الثالثة من قانون الجمارك تخول لنا حماية الموارد الحيوانية والنباتية، فحماية البيئة هي حماية للحياة واستمرارية للحياة. كل يعني المعدات راهي متواجدة هنايا، والتعطير الحمد لله كما تشوفوا مع الإخوة الأعوان الغابات لولاية قسنطينة. ولأن ثقافة المحافظة على المحيط تنشأ منذ صغر، استحسن الأطفال هذه العملية معبرين عن مدى فرحتهم أين غنوا للطبيعة والأشجار. جيتنا نغرس الشجيرة ونحافظ على الطبيعة الغابة. أنا أحب الشجرة عاطلة أو مثمرة، أجلس تحت فروعها، ألعب فوق زدعها، كذلك الأزهار تعجبها الأزهار، منظرها جميل نظر وضرينا، تلطف الهواء وتمنح الشفاء، حذاري أن تؤذي الشجرة، خفض من كل ضرر. عملية تعد مواصلة لعمليات التشجير، يسهم من خلالها الفرد في تجميل وتوسيع الغابات وكذا حماية